تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية، ما هي التوقعات لأداء العملات تحديدا مؤشر الدولار والدولار بعد قرارات البنوك المركزية؟ هل تتوقعين استمرار في وتيرة رفع ارتفاع مؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا مؤشر الدولار مع بداية التداولات الأسبوعية يستقر عند مستويات 104، عاد ليرتفع من جديد بعد توقعات أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في وتيرة رفع الفائدة ووتيرة التشديد الناتج في 2023، سواء بعد يعني تصريحات الفيدرالي الأمريكي بالأسبوع الماضي بعدما رفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، إلا أن محافظ البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي في أعقاب القرار أكد على ضرورة الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة في 2023 للسيطرة على التضخم على الأقل في النصف الأول من العام المقبل. أيضا أغلب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي خلال اليومين الماضيين أكدوا على أن معدلات التضخم باستقرارها عند 7% لا تزال بعيدة جدا عن الأهداف المستهدفة أو الأهداف المرجوة من قبل البنك عند 2%، وبالتالي هذا الأمر يستدعي الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة بقوة أيضا خلال العام المقبل. وبالتالي نحن الآن أمام أنه بالرغم من يعني انكماش القطاعات أو حالة الضعف التي انتابت أغلب القطاعات في الولايات المتحدة سواء بالبيانات الصادرة الأسبوع الماضي القطاع التصنيع والقطاع الخدمي، إلا أن يعني وضع سوق العمل وقطاع سوق العمل كان من أهم العوامل التي قد تدعم تماسك الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاستمرار في رفع الفائدة. أيضا نحن نرتقب هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي والذي يعتبر المؤشر المفضل من قبل الفيدرالي لقياس معدلات التضخم، أيضا من المرجح أن يتباطأ نوعا ما ولكنه طبعا لن يكون يعني بالقرب من المستويات التي يرجاها البنك، وبالتالي هذا الأمر قد يدعم الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة وبالتالي استمرار دعم الدولار الأمريكي، خاصة وأن الدولار الآن لا يزال أيضا يعتبر عملة الملاذ الآمن الأول مع تماسك الاقتصاد الأمريكي كما تأكد البيانات، ومخاوف الركود الاقتصادي التي أصبحت تلوح في الأفق والتي قد يعني تصيب الاقتصاد العالمي في 2023. نعم، يعني أماني، يعني وفقا لتصريحات الفيدرال الأمريكي رحلة رفع أسعار الفائدة ستستمر حتى يعني تعاملات العام المقبل، كيف سيتأثر اليورو في ظل هذه المعطيات؟ وأيضا يعني في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة هل سيبقى اليورو فوق نقطة التعادل بينه وبين الدولار؟ الآن فعلا اليورو مستقر أعلى من مستويات التعادل عند 1.06 لكل دولار، والآن يعني بالرغم من تصريحات أو بالرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة في الأسبوع الماضي بنصف نقطة مئوية، إلا أن الوضع بالنسبة للاقتصاد الأوروبي يبقى ضعيفا نوعا ما مع انكماش أغلب القطاعات كما أكدت على هذا أو على تلك البيانات الأسبوع الماضي. أيضا تصريحات كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي التي أكدت على استمرار الضغوطات على الاقتصاد الأوروبي طبعا بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات هذا على الاقتصاد الأوروبي، نقص إمدادات الطاقة وانكماش أغلب القطاعات الرئيسية، وبالتالي اليورو بالرغم من ارتفاعه أعلى مستويات التعادل إلا أن هناك العديد من الضغوطات التي لا تزال تواجه المنطقة مع استمرار طبعا احتمالات أن يكون هناك ركود اقتصادي سواء في المنطقة الأوروبية أو سواء ركود في الاقتصاد العالمي، وبالتالي بالرغم من ارتفاعات اليورو إلا أن لا يزال هناك العديد من الضغوطات التي قد يتعرض لها على المدى البعيد خاصة خلال النصف الأول من 2023. استمرار ارتفاع اليورو سيكون مرهونا بمدى تحسن البيانات الاقتصادية، والتي حتى الآن استمرار رفع الفائدة الأوروبية 4 مرات متتالية يعني تسبب في استمرار الضغوطات طبعا من ناحية الفائدة الأوروبية، ومن ناحية أخرى التوترات الجيوسياسية وتداعيات هذا طبعا على الاقتصاد الأوروبي. نعم أماني، بالجهة المقابلة تماما إذا ما تحدثنا عن سياسة التيسير الكم الذي يتخذها المركزي الياباني ومدى تأثيرها على أداء الين الياباني، نلاحظ حالة من التراجعات بشكل ملفتة لأداء الين مقابل الدولار، إذا هل تتوقعين استمرار حالة التراجع لأداء الين؟
بالرغم من الارتفاعات التي سجلها الين الياباني يعني مقارنة بالمستويات المتدنية التي لم يصل لها منذ التسعينات الماضية عندما وصل الين لمستويات 153 ين لكل دولار، عاد الآن ليرتفع من جديد ليصل لمستويات 136 ين لكل دولار. ولكن بالرغم من هذا الارتفاع إلا أن الاتجاه العام للين الياباني لا يزال طبعا متراجعا بقوة مقابل الدولار الأمريكي، طبعا بسبب سياسات التيسير النقدي التي لا يزال يتبناها بنك اليابان. وطبعا بالنسبة للاقتصاد الياباني أن الأوضاع الحالية لا تستدعي تغيير بنك اليابان سياسته النقدية، وهذا ما أكد عليه محافظ البنك اليابان والحكومة أيضا أن الأوضاع الحالية لا تستدعي تغيير السياسة النقدية، وأن معدلات التضخم مستقرة بالقرب من الأهداف عند البنك، خاصة أن هناك مخاوف انكماش يعني لا تزال يتعرض لها الاقتصاد الياباني، وبالتالي الأوضاع الحالية لا تستدعي تغيير السياسة النقدية. على الجانب الآخر، تصريحات الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته هذا العام على أنه سيستمر في رفع الفائدة على الأقل خلال النصف الأول من 2023، وهو ما قد يدعم استمرار ارتفاع الدولار واستمرار الضغوطات على الين الياباني خلال النصف الأول من العام المقبل. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.